السلام عليكم، معكم صديق محمد من سينما تكتريكسن. اليوم رأيتم النتيجة طبعا، والآن سنقوم بالعمل. يجب عليكم توفر ربح من الفات. ساضعوا على الفيديو أسفل الفيديو يوتيوب لتحميل أو على موقع على النت. أول ما سنقوم به هو فتح new composition، سنسميها final ما ستكون نهائية طبعا. هذا التكست هنا نسميه سينيماتيك تريكس. سنغير اللون أبيض، ليس مشكلة. جيد، ثم سنطبق عليه إفكت change to سنترك الأول أبيض، لكن الثاني سنغيره. يعني هنا سنضع 35 35 ثم 35 المرة الثالثة. جيد، light is switch، سيغيره تلقائيا. جيد، الآن سنقوم بـ layer pre-compose the text، وسنسميه text comp. رائع، ثم نأتي بالفيديو. جيد، من هنا نظهر الفيديو. سنضع بعض الشيء يضع الفيديو بعض اللمحة رائعة أو نظرة جيدة. سنطبق عفوا أخطأت. هذا هو الفيديو، وترون النتيجة، الفرق بين الأول والثاني. سنقوم أيضا بـ pre-compose لل جيد. سنقوم أيضا بـ pre-compose لل الفيديو، سنسميه فيديو كومب. رائع، ما علينا الآن هو جمع الاثنين وقيام بـ pre-compose سنسميهم انتو كومب أو انتو ليس انتربه. سندخل داخل الانتروكوب، سنجد هنا التكست والفيديو. سنأتي بالتكست إلى الأسفل ونقول Ctrl D، تأتي إلى فوق. ما سنقوم به الآن هو التكست الأول. سنأخذ من الزمن هنا، سنضغط على T، نضع كيف هنا، نقول له 0، ثم ونضع 100. رائع، والفيديو كومب بالنسبة إلى التكست كومب سنضعه الفامات. ماذا سيقوم؟ سيقوم الفيديو عفوا سيكون الفيديو في التكست، يعني رائع، سيصبح الفيديو على ناحية الخط، يعني سينماتيك تريكس. ما سنقوم أيضا بعض الرفليكشن هنا على الخط سينماتيك تريكس، لذلك سنفتح layer new solid، سنسميه night
جيد، نأخذ أيضا التكست طبعا، نضعه كنترول دي، لكن سنقوم بمحو الإيفكت أنيميشن أوبوسيتي، نضعه فوق ونقول له ألفا مات زائد أد، ثم سنصنع هنا بعض الريفليكشن عليه، لكن ليس بالمرات عفوا. سنأخذ دائرة جيد، نضع كيفان هنا، ثم نحرك ولتم توم أو أكثر أو أقل، تضع الماسك ثم تحريكه هذه الناحية جيد. والآن سنعود إلى الفيلم، قمنا بال هنا ببعض التفاصيل، سنعود إلى الفيلم أنترو كومب. ماذا سنقوم؟ Layer New Solid، عفوا Layer New كما ترون تانك 35 mm جيد. سنعرف الآن Layer New Solid، ستحسب البيجي والخلفية، جيد. سنطبق على الخلفية بعض ال effects عفوا. أول effect نقوم بتطبيقها هو gradient ramp الذي كل يعمل به تقريبا. جيد، سنضعه زيان ثم رمب، سنضعه 100، سنضعه أبيض، جيد. نقلب الساوند جيد، جيد. الآن الانترو سنقوم بالدوبليكي يعني مرتين، انترو 1 انترو 2، سنضع للاثنين 3D طبعا. سنضع الاول دل يعني في الاسفل، والثاني سنقوم بذلك، سنأتي بالاول سنضع له روتيشن على اكس، عفوا سنضع له روتيشن على اكس، ثم نغير له من البوزيشن الى الاسفل جيد، حتى يعتبر من الأرضية، ليكون اختلاف الأرضية على التكس سنضع أولا سنضع لينر جيد، سنضع النيجاتيف هنا، وسنقوم بانيميشن يعني سنضعه من الصفر
ثم عفوا سنتكي فين هنا ونضعه 100 ثم حتى جيد ونضع 0. الآن ما نريد هو التكست الذي في الأسفل، لا نريد أن يظهر، نريد أن نعتبره ضباب فقط، لذلك سنغيره هنا فيلا، سنضعه أسود، لذلك سيتغير إلى اللون الأوسط، ستضعه 25 تقليل جيد. وثالثا سنضع بعض الضباب فاست بلو جيد، سنختار نحو 50. رائع. طبعا horizontal and vertical متى سنقوم؟ والثاني طبعا سيكون هو عبارة عن الواجهة الأمامية، لذلك سننقل لينر واب فقط إلى الـ Ctrl C Ctrl V. لكن شيء مهم يجب عليك أن تقوم بإرجاع الكرسر إلى الوراء إلى الصفر ثم وضع Ctrl V، لأن هناك كيفريم سيغير من وضعيتها. جيد. والآن ما نريده أن الاثنين سنقوم بشيفت أولا رائع، لكن أنا ما أن السينماتيك تريكس لا تظهر هنا في الفوق، يعني الرفليكشن غير ظاهر بتاتا. هنا لايت تلك سنضع ماس هنا ونغير رائع. جيد. عفوا. والآن كما رأينا هناك التكست الأول أو اللوجو له هنا، ثم التكست الثاني، لذلك سنفتح تكست آخر هنا ونسميه كما سميته صديقة. سنغير من حجم جيد، ثم أيضا نطبق إيفكت الذي شانج تكولور، أو سنغير 5 مرات. هذا situation جيد. layer سنقوم ب pre-compose للtext ونسميه text to comp، ثم ننزل تحت الكاميرا. طبعا سنقوم ايضا ب control D كما قمنا بال أسفل، يعني text 2D سنضع له
روتيشن على اكس و ممكن من البوزيشن ده هنا ثم اقدم قليلا سنذهب الان هنا سنأخذ كل الافكتات لكن سنتخلى عن لينوب يعني سنأخذ الفاس بلو وفي كنترول سي ثم نأخذهم إلى 3D تكس نقوم بوضع وكنترول بي طبعا جيد نضعهم أو جيد سنقوم بالضغط على نفس التاكس تهاب إلى نقطة ال سنقوم بالاستماع إلى الموسيقى لمعرفة أين سنقوم بال يعني ستكون على النحو هنا لذلك سنضغط على تي ثم نضع الأوبوزيتي إلى الصفر قليلا ونضعها 100 جيد ما سنقوم به يعني هنا سنأتي بالأوبتيكال سنضع وسنختار من ليست هذه بل هذه نأخذ الماسك جيد نأخذ هذه هنا وقت ظهور يعني هنا سنقول موت add جيد
رائع. سنقوم بال سنأتي بالفيديو هذا، سنقوم بكنترول دي لثلاث مرات. التالت طبعا سيكون عبارة عن التريدي يعني روتيشن. ثم ننزله ثم نذهب إلى انترو افكت ونأخذ كنترول وفي كنترول سي، ثم نذهب إلى فكرتها ونقول كنترول في. جيد. والثاني طبعا لن نغير منه شيئا إلا بعض الشيء قليل. والثاني أين هو؟ هو الثاني اسمعي شيء قليل، سأستعمل كيرز. رائع. ثم نغير شيء من جيد. ما هو الفرق الذي سنأخذه في الثالث؟ يعني هو الثالث سنقوم بأخذ جيد، سنتحمس ثم ننزل اوبتكل المرة الثانية، لكن لن نقوم بأي شيء، يعني سنتركه كما هو طبعا. ما عدا الفلويد اوت سنقوم بصنعهم قليلا الى هنا. text prompt جيد. جيد. الآن نقوم ببعض النهايات. ما سنقوم به هو solid fun system. سنختار اللون
الأزرق طبعا، الفاتح اف اف ايه لايت تو ايلم. سنقوم بإنزال الفيديو الأخير الذي لدينا هنا وهو بارتيكل. ونضعه الفامات جيدة، لكن سأضعه سكوين، لكن للفان الأول سأضعه سكوين. عادي جيد، لكن سأضع ماسك يقول إلى هذا المحل. نضغط على أم مرتين، جيد. ثم تقريبا عفوا تقريبا نكون قد انتهينا. طبعا ماذا سنضيف؟ ماذا؟ جيد، نعم سنضع بعض الألوان على نهاية الفيديو. سنضع باللون الأبيض بما أنه النهاية، سأسميه سنستخدم إفكت 2D Glass. نعم سأخذ الأول هنا وسأخذ هذا الأول، سأضع 5 بيكسل، سأضعها بيكسل. يجب أن يكون ديفنس، لكن سنقوم بحذف لأننا أردت أن أضع بعض ال 3D أو الأنيميشن، لذلك سنستغني عنه. هل يوجد شيء هنا للمعلم؟ نكون قد انتهينا. وأتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح متقن ووصلت لكم الرسالة. طبعا نكون إن شاء الله قد وفقنا في الشرح، والسلام عليكم في الحصة.